بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أحييكم من جديد، أبنائي بناتي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تسجيل سابق إلى جزء من اختبار نهاية الوحدة الأولى، والآن سنكمل الجزء الآخر مع العودة لبعض الأسئلة اللي حليناها هناك، لكن في بعض الطلبة يستفسروا عن تحديدا سؤال 10 وسؤال 11 اللي يكون بدلالة كي، كيف نجيب عن هذا السؤال. طبعا هذا السؤال على قوانين اللوغاريتم. خلينا نتذكر قوانين اللوغاريتم معا. بيقول انه قوانين اللوغاريتم، لوغاريتم مثلا A في B، هذا بيساوي لوغاريتم الـ A، أقدر أفصله زي هيك، لوغاريتم الـ A زائد لوغاريتم الـ B. هاي أول حاجة. كمان لوغاريتم A على B أقدر أعملها لوغاريتم الـ A ناقص لوغاريتم الـ B. وكذلك من قوانين اللوغاريتمات، وهو قانون مهم، إنه لوغاريتم A مثلا أس X، بقدر أجيب الـ X قدام اللوغاريتم، فبتصير X في لوغاريتم الـ A، وهذا بجوز أكثر واحد راح نستعمله الآن. إيش معطيني وإيش طالب مني بهاي المجموعة؟ معطيني إنه لوغاريتم الأربعة للأساس 5 يساوي كي. إحنا نقدر بالآلة الحاسبة نروح نطلع قديش كي تقريبا، لكن بده هون نكتب هذا الإشي بدلالة كي. إذا كأنه يقول لك اكتبوا بدلالة لوغاريتم الخمسة للأساس أربعة، بنقول له حاضر. شوفوا كيف لوغاريتم أساس خمسة ما عليها كلام، هاي الستاش شو علاقتها بالأربعة؟ علاقتها الستاش بالأربعة إنها أربعة تربيع، تمام؟ الستاش علاقتها بالأربعة إنها أربعة تربيع، أوكي، فقط بدل الستاش كتبت أربعة تربيع. الآن من قوانين اللوغاريتم بتقول إنه الأس هذا نقدر نجيبه قدام اللوغاريتم، نقدر نجيبه قدام اللوغاريتم، هذا حسب قوانين اللوغاريتمات. فشو بصير؟ اثنين في لوغاريتم أساس خمسة للأربعة، وهاي هي قيمتها كي، هاي اللي بدي أحط عليها دائرة هي نفسها اللي فوقها كي، إذن كله صار يساوي اثنين في كي، وهيك كتبت هذا اللوغاريتم بدلالة كي. نفس الاشي هون 256، ترى 16 تربيع، يعني 4 أس 4، تروحوا تجربوا، ظلوا تبدو بي 4 أس 2 4 أس 3 لين تصلوا انه 256 هي 4 أس 4. فبدل 256 شو بدي اكتب؟ 4 أس 4. وحسب قوانين اللوغاريتم الأربعة اللي فوق شو وين بدها تروح؟ قدام اللوغاريتم. وهذا معناه يعطي 4 كي، لأنه هذا اللوغاريتم قيمته كي. وهيك يا دكتورة يلي سألتي نكون أجبنا بدلالة كي، تمام؟ طيب المجموعة اللي بعدها 12-13 يقول مثل كل اقتران مما يأتي بيانيا وحدد مجاله ومده. بالنسبة للاقترانات الأسية دائما المجال إيش؟ المجال R،
وكذلك هذا اقتران أسي المجال R. أما المدى حسب الرقم اللي قدام، وأنا هون كلاهما عندي صفر، فالمدى راح يكون من صفر فما فوق، صفر مفتوح حسب نشوف بعد الرسم. بنروح نرسم، بنحط X واي، ناخذ الصفر بالوسط، ناخذ واحد وناخذ اثنين، وناخذ سالب واحد وناخذ سالب اثنين، وبنعوض عشان أرسم. يلا نبدأ باثنين، ستة أس اثنين 36، ستة أس واحد 6، ستة أس صفر 1، ستة أس سالب 1، كله مشروح سابق بالفيديوهات القديمة، 1 على 6، ستة أس سالب 2 مشروحة سابقا كيف نحسبها، 1 على 36. الآن بنروح نرسم، برنامج هذا مش مخصص للرسم. الآن صفر مع 1 أهم نقطة، اللي هي هاي 1 0 مع 1، ولما إكس 1 واي 6، ولما إكس 2 واي 36، تمام، ولما إكس سالب 1 بيطلع سدس قريب على الصفر لكن ما يلمسه، وكذلك سالب 2، إذا تطلع الرسمة بهذا الشكل. طبعا مشروح فيديو خاص كيف نرسم. على برنامج مخصص للرسم. الآن بعد ما رسمنا الاقتران، شو بنقول بالنسبة للمدى؟ المدى راح يكون عندي من صفر لإنفينيتي، تمام؟ نفس الإشي هون، 4 من 10، إذا بتحبوا تكتبوها 4 على 10 لسهولة الحساب، أس إكس بيصير هذا واي. نعمل لها جدول نفس اللي عملناه قبل شوية، طبعا هذا متزايد لكن هذا راح يكون متناقص لأنه الأساس أقل من 1، راح يكون متناقص، لكن المدى نفسه ما في إشي قدام، إذا من صفر لإنفينيتي. شرحت خصائص اللوغاريتم، كيف نعرف المجال، المدى، متزايد، متناقص، المقطع مع محور واي، كله شرحته في فيديو خاص اسمه خصائص الاقترانات، يا ريت تشوفوه لأنه هو يجي عليه أسئلة. إكس واي ناخذ صفر وراح يعطيني 1، وناخذ 1، لاحظوا لما أخذ 1 أو سالب 1، سالب 1، 4 على 10 أس سالب 1، هاي بتصير 10 على 4، 10 على 4 يعني بمعنى 2.5، لأنه 10 على 4 بتساوي 2.5. طيب أس سالب 2 شو بتصير؟ بتصير 10 تربيع 100 على 4 تربيع 16، إذا إحنا غلط هون، لا ما في غلط، على 16، 100 قسمة 16 كم فيها؟ يعني 50 على 8 فيها 6.25، 100 على 16 تقريبا 6.25. طيب إذا لما سالب 2 طلع عندي 6.25، تمام، تقريبا تقريبا، أو 6.8، 6 وإشي تقريبا، 6 وإشي يعني مش دقيقة هذا الرقم، أنا بحسب لكم إياها على الحاسبة. 100 تقسيم
16 يساوي 25 على 4 اس دي 6 وربع. مظبوط، لا دقيق. طيب الآن الواحد 4 على 10 اس 1 يطلع 4 على 10، و4 على 10 اس 2 يطلع 16 على 100. 16 على 100 أصغر من 4 بالعشرة. إذا واضح إنه اقتران متناقص. نروح نرسمه، وهي السالب 2 وهي السالب 1 وهي الواحد وهي 2 وهي 6 وهي 2 وهي الواحد. تقريبا يعني احنا نرسم رسم تقريبي، تمام. بنروح الآن نمثل فيه، لما اكس سالب 2 واي 6 وإشي، لما اكس سالب 1 واي 2 وإشي، لما اكس 0 واي 1، لما اكس 1 واي 4 من 10، لما اكس 2 واي 16 بالمية. لاحظوا كيف متناقص. خط التقارب الأفقي واي يساوي 0، راجعوا الآن. إذا الآن شو نقول عنه؟ المدى. يلا بنجاوب عن المدى من 0 لإنفينيتي نفسه، بس إيش؟ الاقتران متناقص. هو بيقول لك مثل بياني يحدد مجال ومدى بس، تمام. بتشوف الآن شو نعمل بالاقترانات اللوغاريتمية. الاقتران اللوغاريتمي بنروح نفرض الاقتران اسمه واي، واي يساوي لوغاريتم للأساس 7 على اكس. طبعا اما انك تفرض اكسات وبتعوض واي وبتشوف، او الافضل ان ايش، ان اول شيء المجال له اكس اكبر من 0، هذا المجال لازم نحدد المجال عشان ما ناخذ اكس سالب. المجال اكس اكبر من 0 يعني من 0 لإنفينيتي، هي اول خطوة. نقدر الآن نحول الصيغة اللوغاريتمية إلى أسية، بتصير 7 أس واي. الآن إكس أصبحت هي موضوع قانون، فبنروح نعمل زي هيك، نعمل جدول إكس وواي. طبعا بالنسبة للمدى، إيش المدى للاقترانات اللوغاريتمية؟ المدى آر عكس الأسية، المدى R. أما المجال يحدده اللي قدام اللوغاريتم، بده يكون أكبر من 0. هذا بالنسبة للمجال والمدى. يفضل أترك X وبحط بدل Y مثلا 0 سالب 1 و1، بيكفوا، تمام، بيكفوا هذول، هذول بيكفوا، يعني بيدلوني على الرسمة. يلا بدي اكس، انا فرضت واي سالب 1 0 1، زي هيك رسمة الاقتران اللوغاريتمي يفضل. اول شي بحدد المجال، المدى ار، مدام المدى ار يعني واي خذ اي رقم بدك اياه، سالب موجب خذ، ويفضل ناخذ 0 1 سالب 1. نجي الان بنعوض بدل اكس، نعوض بدل واي. واي اس واحد، واي واحد اكس قديش؟ 7 أس 1 7، هاي عرفنا اكس الاولى. طيب واي 0 اكس قديش؟ 7 أس 0 1. واي سالب 1 اكس قديش؟ 7 أس سالب 1 1 على 7. شوفوا كيف الرسم، هذا لازم قربته هون، هاي بدي اقربه. ليش اقربه هون؟ لانه اصلا ما ممنوع تروح الرسم على الجزء السالب. بدنا نقربه بهذا الشكل،
محور وايد. علش مطعوج؟ لأنه مش مخصص للرسم هذا البرنامج، هذا للكتابة فقط. تمام. الآن أنا أخذت إكس واحد على سبعة، وأخذت إكس واحد، وأخذت إكس سبعة، هذول قيم إكس. واي واحد وسالب واحد، هذول قيم واي وصفر. تمام. يلا بنرسم. كيف تصير الرسمة؟ بأي لون بتكون ارسم؟ هذا اللون حلو، لأنه الطالبات يفضلن هذا اللون. واحد على سبعة مع مين؟ مع سالب واحد. اقتران بده يمر من هون. واحد وصفر، الاقتران بده يمر من هون. ايش هذه؟ سبعة. سبعة صورتها واحد، الاقتران بده يمر من هون. واضح كيف يمر الاقتران، بس بدك تراعي انه ما يتعدى محور واي، بده يظل خط تقارب. اذا زي هيك بينزل، لانه المجال خط تقارب، ما بي هيك بيظل نازل. تمام. الشكل العام له بهذا الشكل، بس ما بيقطع محور واي. تمام. الآن نجيب عن المجال والمدى، جاوبنا. بس إيش نوع الاقتران؟ متزايد، هو مش سائل بس للعلم. نفس الإشي كما تعاملنا مع هذا الاقتران، نتعامل مع الجزء الثاني. بنقول y يساوي لوغاريتم ربع لا إكس. هون كونه الأساس ربع راح يكون متناقص، هسه بنشوف كيف متناقص. بحول إلى لوغاريتم، فبيصير إكس تساوي واي ربع أس واي. قبل ما نروح نشتغل، المجال اللي قدام اللوغاريتم أكبر من صفر، إكس أكبر من صفر، يعني من صفر لإنفينيتي. والمدى للاقتران اللوغاريتمي دائما آر، زي هذاك دائما مجاله آر. تمام. وهي الاقتران، بنروح زي ما عملنا قبل شوية، إكس وواي، نترك إكس ونحط بدل واي صفر سالب واحد وواحد، بكفوا. في ناس يأخذ اثنين وسالب اثنين، زيادة خير. لما واي واحد اكس قديش؟ ربع اس واحد ربع. واي صفر اكس كام؟ ربع اس صفر واحد. واي سالب واحد اكس قديش؟ ربع اس سالب واحد، بيطلع اربعة. تمام. نروح الآن على المستوى نرسم محور واي ونرسم محور اكس، بنعين النقاط الثلاث اللي بيدلوني على شكل الاقتران، اللي أنا أصلا حافظه شكل الاقتران، يعني هو بده يطلع بها بس يا متزايد أو متناقص. قلنا أربعة، لما إكس أربعة، هاي الأربعة إكس، حط قيم إكس بس، وواحد هاي الواحد، وربع هاي الربع، ذو قيم إكس. قيم واي بس واحد وسالب واحد. تمام. لما إكس أربعة، ظل واي قديش؟ سالب واحد. لما اكس واحد، واي صفر. لما اكس ربع، واي واحد.
إذا واضح الرسمة بتجي هيك متقارب، متقارب مع محور واي لكن لا يلمسه، ويظل متناقص بهذا الشكل إلى ما شاء الله. كذلك من هنا صاعد إلى ما شاء الله لكن ما يلمس محور واي. إذا شو قلنا عن المدى؟ المدى R والمجال X أكبر من صفر. أحل المعادلات الأسية التالية. طبعا هون أقدر أنا أحل بدون آلة حاسبة، ليش؟ لأنه الثمانية من قوة اثنين، الثمانية عبارة عن اثنين أس ثلاث كله أس إكس تساوي اثنين أس واحد، تمام؟ إذن صارت اثنين أس ثلاثة إكس، ليش ثلاثة إكس؟ لأنه بتضرب الأس الداخلي بالخارجي، هنا قوة القوة قانون درسناه سابق إني أضرب الأس الداخلي بالخارجي يساوي اثنين أس واحد. لاحظوا اللي تحت كله اثنين، إذا بساوي الأسس ببعض، ثلاثة إكس تساوي واحد بقسم على ثلاث إكس تساوي ثلث. هذا هو الجواب. بدو يا منازل عشرية، معروف ان الثلث صفر ثلاث 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 دوري، ما بيتقرب يصير 34. لو ثلثين ستة ستة ستة، هاي بتصير سبعة. طيب هون الخطوة الأولى بخلص من السالب ثلاث، أخلص من السالب ثلاث، ذول راحوا، صارت إي أس أربعة إكس زائد واحد تساوي سالب على سالب موجب، تسعة على ثلاث فيها ثلاث، ستة على ثلاث فيها اثنين، تمام؟ طيب عشان أخلص من الإي أخذ لن الطرفين، إذن الآن بدي أخذ لن يعني اللوغاريتم الطبيعي لإي أس أربعة إكس زائد واحد، تمام؟ يساوي لن العدد 32، تمام. حكينا انه من خصائص اللوغاريتمات انه الاس هذا بكبرته يجي هون، بس بدنا نراعي هذول حدين، واذا بدك تضربهم بلن الاي بدك قوس، فيجوا زي هيك 4 اكس زائد 1 في لن الإي، لأن الإي ما بيأثر لأنه قيمته واحد، بس لو كان لوغاريتم ثاني بيأثر، يساوي لن 32. الآن زي ما قلت لكم هسه إنه لن الإي بيساوي واحد، هاي بتساوي واحد، بتروح يعني، شو بيظل؟ أربعة إكس زائد واحد تساوي لن 32. إما نروح نحسب لن 32 على حاسب الآن، أو بعدين نحسبهم مع بعض. نطرح واحد من الطرفين، صارت المسألة أربعة إكس تساوي لن 32 ناقص واحد، بدي قيمة إكس لحالها بقسم على أربعة، إكس يساوي لن 32 ناقص واحد قسمة أربعة، واروح على الآلة الحاسبة وبحسبها. بس بدنا نراعي إنه لما نروح على الآلة الحاسبة إنه الآلة بتفتح قوس هون،
للن، ما بيصير انك تستمر فيه بدون ما تسكر القوس، لان بصير الناقص واحد جوا اللن، فبدك تسكر القوس بهذا الشكل، تمام؟ عشان الواحد هذا خارج اللن، وبنحسبها على الآلة الحاسبة وتطلع معانا 0.6164، هيك مقرب لأقرب 4 منازل 20. سؤال 18، هون ما ينفع إنه 10، 11، و5 ما لهن علاقة ببعض كليا، فما إلنا إلا نأخذ اللين من الآن. فشو بصير؟ لين الطرفين، لين لين، نأخذ لين للطرفين، فبيصير هون لين 11 أس 2 إكس زائد 3 تساوي لين 5 أس إكس. الخطوة اللي بعدها بنجيب الأسات قدام، لاحظوا هون أهمية القوس، 2 إكس زائد 3 قوس مهم جدا لأنه مضروب في لين 11، لين 11 يساوي إكس في لين 5، تمام لغاية الآن؟ كيف بدنا نحل هذه المعادلة؟ بنوزع طبعا اللين 11 على القوس، بتصير 2 لين 11 في إكس زائد 3 في لين 11. لاحظوا كيف انه وزعت لين 11 على القوس، كيف وزعته؟ بخاصية التوزيع، انه هذا لين 11 مضروب هنا ومضروب هنا، تمام؟ فصارت 2 لين 11 في إكس زائد 3 لين 11 يساوي إكس في لين 5. الآن مثل هيك معادلات، أنا بدي إكس، بخلي اللي فيهم إكس بجهة واللي ما فيه بإكس بالجهة الأخرى، يعني بدي أنقل هذا الحد هنا، طبعا تتغير إشارته، بدي أنقل هذا الحد هنا تتغير إشارته. كيف تتغير إشارته؟ بدل ما موجب 3 لين 11 بيصير -3 لين 11، وهنا هاي تبقى كما هي، 2 في لين 11 مضروبة في إكس، تمام، ناقص إكس في لين 5. هاي الخطوة كثير سؤال بده تركيز، سؤال يعني يكاد نكون أسئلة العلمي، والعلمي يستخدموا هاي الطريقة للاشتقاق الضمني. الآن بخرج إكس عامل مشترك، بظل جوا القوس 2 لين 11 ناقص لين 5 يساوي -3 لين 11. الآن بدي إكس لوحدها، شو نعمل؟ بدي إكس لوحدها أقسم الطرفين على اللي مع إكس، إيش اللي مع إكس؟ اللي هو القوس، إذن أقسم هذا على 2 لين 11 ناقص لين 5، وأقسم هذا على 2 لين 11 ناقص لين 5. الآن هذول طبعا بيروحوا مع بعض، وهذول بحسبهم على الآلة الحاسبة تطلع معاي قيمة
إكس مقربة. يلا إذا الآن بنقول إكس تساوي، بنروح على الآلة الحاسبة وبنحسب هذا الإشي. طبعا نراعي إنه لما نعوض بالآلة الحاسبة كل ما يفتح اللين قوس بحط اللي فيه وبسكر القوس، ضروري إغلاق أقواس الآلة الحاسبة تاعت اللين. الآن حتى إذا آلتك ما فيها كسر زي هيك بدك تحط هذا كله تقسيم، تفتح قوس جديد لهذول كله، تمام؟ فبيطلع بالنهاية سالب 2 فاصلة الآلة الحاسبة 2 5 7 6، بس اللي عجنبها 5، يعني بتصير 7 تقرب، تمام؟ زي هيك كل واحد يجرب بالآلة الحاسبة انه بيطلع معه او ما يطلع. هون لما نشوف هذا الشكل ثلاثي الحدود على طول اتذكر المعادلة التربيعية. طبعا هاي 7 تربيع، 7 49 عبارة عن 7 أس إكس كله تربيع، لأنه 7 تربيع قيمتها 49، زائد 7 أس إكس ناقص 72 يساوي 0. بنروح نحلل تحليل كأني بحلل عبارة تربيعية، تساوي 0. 7 أس إكس كلها تربيع عبارة عن 7 أس إكس مضروبة في 7 أس إكس. الحد المطلق اللي هون سالب، معناته الإشارات مختلفة، وحدة سالب وحدة موجب. 72 8 في 9، فرق بينهم موجب 1، يعني 9 عند الموجب والثمانية عند السالب. اللي ما بيعرف التحليل سنعمل فيديو للتحليل. الآن إما 7 أس إكس ناقص 8 تساوي 0، ومنها بنقول بصير 7 أس إكس تساوي 8، هاي أول إشي وبدها حل طبعا، هسا بنكملها. أو 7 أس إكس زائد 9 تساوي 0، ومنها أنقل 9 على الجهة الأخرى فبصير 7 أس إكس تساوي سالب 9، وهذه إيش؟ مرفوضة. مرفوض. شو سبب الرفض؟ مرفوض ليش؟ ليش مرفوض؟ لأنه الاقتران الأسي أكبر من 0، لأنه أصلا المدى من 0 ما فوق، فمستحيل يساوي سالب 9، لأن الاقتران الأسي أكبر من 0. إذن هاي شو نعمل فيها؟ هاي نرفضها. كيف نرفضها؟ بنجيب إكس كبير هيك ونحطه عليها، هاي مرفوضة، تمام. طيب واللي مش مرفوضة شو بنساوي فيها؟ بنحلها. كيف بنحلها؟ تابعونا. نيجي عليها نجيبها هيك، 7 أس إكس تساوي 8. ناخذ لن الطرفين، فبيصير لن 7 أس إكس تساوي لن 8. بجيب إكس قدام اللن، فبصير إكس في لن 7 تساوي لن 8. بدي إكس لحالها بقسم على لن 7، إذن إكس تساوي لن 8 قسمة لن 7. وبروح أقسم على الآلة الحاسبة كم لن 8 قسمة، تطلع معي تساوي 1
فاصلة صفر ستة ثمانية ستة، اللي عاملينها اثنين ما بتتقرب، ستة ثمانية ستة، تمام؟ هيك أقرب أربع منازل عشرية. تمام التمام، طلاب الأدب متوصي فيهم، وراح إن شاء الله تعالى ما أقصر معهم. الآن سؤال 20، بيقول استثمر سليمان مبلغ 2500 دينار أردني في شركة صناعية بنسبة ربح مركب تبلغ 4.2% وتضاف شهريا، أجد جملة المبلغ بعد 15 سنة. إذا نحتاج أول إشي القانون، شو بيقول القانون؟ قانون الربح المركب، قانون الربح المركب بيقول A اللي هي جملة المبلغ تساوي P والمبلغ الأصلي في 1 زائد R تقسيم N، تمام، أس N في T. هسه بحكي لكم عن كل شيء. يلا طلع من المهون، عندك T 15 سنة، T تساوي 15، تضاف شهريا، يعني بالسنة كم مرة تضاف شهريا؟ السنة فيها 12 شهر، يعني N يساوي 12. بنحط هون معلومات على القانون انه N بتساوي 12، ليش؟ لانه تضاف شهريا. R كم؟ شو حكينا عن R؟ بدنا نحولها الى كسر عشري، 0.0 صفر، هيك 4%، هيك 4%، بس في عندي 2 بالعشرة وحط زيادة 2 بدون فاصلة، تمام؟ هاي R. والمبلغ الأصلي اللي هو P قيمته 2500، شو ظل علي؟ بنحط بالقانون الرو على الحاسبة، لا أكثر ولا أقل. إذن تساوي محل P بنحط 2500 مضروبة في 1 زائد R اللي هي 0.042 تقسيم N اللي هي 12، وبدك ترتب مظبوط داخل الآلة الحاسبة، وإلا بتحسب كل وحدة لحال. بعدين N ضرب تي، يعني 12 ضرب 15. كيف احسب كل وحدة لحال؟ يعني اترك هاي البرة، احسب القسمة لحال، بعدين اجمعها للواحد، بعدين اس الرقم اللي ينتج عن 12 ضرب 15، بعدين اضرب 2500، او اني بحطها بالآلة الحاسبة بس بدقة متناهية. فبجي زي هيك 2500، بفتح قوس، حط 1 زائد، بروح على الكسر او بفتح قوس جديد، روح على الكسر واكتب به 0.042، واذا ما عندك كسر بفتح قوس جديد واكتب بالقوس الجديد 42,000 تقسيم 12، وسكر القوس ثم سكره مرة ثانية، ثم روع على الأس، أس 1 12. لما روع على الأس بدك تكون ضارب، أو الآلة تكون حديثة ينضرب فيها فوق 12 ضرب 15، بحسبها على الآلة الحاسبة تطلع عندي 4688 دينار. أنت أخرت متعمد عشان طلاب يشاركوا. قديش بده؟ عادة المبالغ المالية تقرب لأقرب جزء من للفلس، مثلا لأقرب جزء من 1000. 8 6 6، تمام.
كل واحد فيكم لازم يجرب استخدام الآلة الحاسبة، ولغاية الآن ما أقروها لكن بكل تأكيد راح يقروها، لأنه ما في حساب لهاي الأشياء إلا باستخدام الآلة الحاسبة، وما دام المنهج مشير لاستخدام الآلة الحاسبة وإحنا ندرس من الكتاب والكتاب يقول لك استخدم الآلة الحاسبة، ما بيصير عند امتحان التوجيه يقولوا ما في آلة حاسبة. الآن أودع سعيد، الله يسعدك يا سعيد، أودع سعيد مبلغ 800 دينار في حساب بنكي، إن شاء الله بنسبة ربح مركب مستمر. لاحظوا لا تستعجلوا، أنا كنت بدي أقول لكم نفس القانون السابق، لا، هذا مركب مستمر، هذاك مركب عادي ما في مستمر، هذا بس مركب، بفرق بينهم وقانونين مختلفان. طيب مركب مستمر، بنروح نكتب قانونه. ايش قانون المركب المستمر؟ هو A تساوي P مضروبة في E أس آر تي، تمام؟ الآن بنقول بدنا بي قديش المبلغ الأصلي؟ بي 800. تي كم الزمن؟ تي 5، و آر الفائدة شوفوا كيف أكتبها، 0.0 هيك 4%، كسر 4% ينضاف هون بدون فاصلة، 45 من 1000. الإي ما بتعوض، الحاسبة بتعوض لكم إياها. يلا نكتب هون 800 ضرب إي أس 5 أو هذا الرقم 0.0045 ضرب تي، خلينا نسوي الضرب قوس أحسن، ضرب تي اللي هي 5 في 5، تمام. الآن بنروح على الآلة الحاسبة وبنحسبها. كيف أحسبها؟ زي هيك. يلا أنا بدي أوقف عشان تشتغلوا معي. بنروح أول شي نكتب 800 ضرب روعة إي أس اللي فيها أس فراغ، ونكتب بالأس فوق 0.0045 ضرب تي اللي هو 5، ونقول يساوي، تطلع 1001.858. يعني كمان معقولية الإجابة، هو حط 800، قديش بدهم يكونوا رابحين؟ باين الإجابة تبين لوحدها مصداقيتها، 1001 صار المبلغ 1001.858. أما لو طلع مثلا سالب، كيف سالب وهو قاعد بيربح؟ لو طلع مثلا 20، كيف يطلع 20 وهو المبلغ كان 800 وفي عنده ربح وفي عنده أرباح؟ لو طلع مليون، مش معقولة كمان 800 بيصير المليون؟ يعني معقولية الإجابة. سؤال 22 يحكي عن الفيروسات، انتشر فيروس في شبكة حواسيب وفق الاقتران VT، هذا السرعة تبعت انتشاره، حيث في عدد الـ V عدد الأجهزة المصابة، وT الزمن بالدقائق. جد الزمن اللازم لإصابة 10,000 جهاز، في عدد الأجهزة، يعني بحط 10,000 مكان مين؟ مكان في. فنجي زي هيك نقول 10,000 تساوي 30 في إي أس 1/10 تي، تمام؟ 10,000، تمام التمام. الآن شو نعمل؟ بنحل هاي المعادلة الأسية، المسألة على المعادلات الأسية.
كيف أحل؟ أول ما أخلص من الثلاثين، قسمة ثلاثين قسمة ثلاثين، هذول راحوا، وهنا الصفر بيروح مع الصفر، يظل ألف تقسيم ثلاثين فيها ثلاثمية، ألف تقسيم ثلاث فيها 333.3333 ودوري طبعا، يساوي اي اس 0.1 فاصلة تي. الآن نأخذ اللين، لين الطرفين، فبيصير لين 3.3333 مش يقرب لأقرب أربع منازل عشرية، يساوي، لاحظوا لما أخذت اللين بتروح الإي واللين ويبقى الأس، انتبهوا لها، ها عند أخذ اللين للإي بتروح اللين والإي ويبقى الأس، أعيدها، عند أخذ اللين بتروح اللين والإي ويبقى الأس، بس بدي أشوف لين على الجهة الثانية، تمام. الآن تي لحالها، الزمن تي يساوي اللين هذا اللي هو لين ثلاثة 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 اللي هي ألف تقسيم ثلاث بوينت ثلاثة ثلاث 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 قسمة اللي مع تي اللي هو واحد بالعشرة. بنروح على الآلة الحاسبة وبنطلع تي، وبنجي هون نقول لين ثلاث 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 بوينت ثلاث 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 ثلاث، بسكر القوس، بنزل تحت وأكتب 0.1 يساوي 58 دقيقة، يعني تقريبا 58 دقيقة، تقريبا يعني ساعة إلا دقيقتين، يعني 58 دقيقة. ممكن لو نقول لي بعدها كم، يعني نقدر نكتب 59 دقيقة، بس هي ما بتتقرب الإجابة للتسعة وخمسين، يعني تعامل الرياضيات 58. نأتي لسؤال 23 24 25 26، يعني مش كثيرات، الآن السؤال الذي يليه بيقول يمثل الاقتران 100 × E^45 تي عدد الخلايا البكتيرية في عينة بعد تي يوم. لاحظوا عليها المعلومة هاي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بدنا نحله باللون الأحمر، جد عدد الأصلي للخلايا البكتيرية، شو يعني العدد الأصلي؟ يعني قبل ما بيزيدوا، يعني لما كانت تي تساوي صفر، العدد الأصلي لما تي، مش الإجابة، هاي عندما تي تساوي صفر كان العدد الأصلي، فشو بنقول؟ إن للصفر اللي هو العدد الأصلي يساوي 100 × E^45 ضرب صفر يطلع صفر. طيب E أس صفر، أي إشي أس صفر؟ واحد، واحد ضرب 100 ويساوي 100 بكتيريا، إذن العدد الأصلي كاين 100 بكتيريا. تمام؟ تمام. مطلوب الثاني بده عدد الخلايا بعد 5 أيام، شو يعني 5 أيام؟ يعني تي تساوي 5، شو بيصير بعدد الخلايا؟ نجي هون نقول إن للخمسة، هاي 5 بالعربي، إن للخمسة تساوي 100 ضرب إي أس
45 بالألف في 5 اللي هو الزمن. بنروح نحسبها على الآلة الحاسبة وبنشوف كم عدد البكتيريا. طبعا بكل تأكيد بده يكون أكثر من 100 لأنه يزداد، لأنه عدد البكتيريا بتزداد، لأنه الإي الأساس أكبر من 1، الإي 2 تقريبا وشوية. يلا بنروح نحسب 100 ضرب، نروح على الاقتران إي أس 0.045 ضرب 5 يساوي 125.23. طبعا احنا نتعامل مع عدد بكتيريا فما في نص بكتيريا، تقريبا 125 بكتيريا هذا في اليوم الخامس. تمام، اذا تقريبا 125. طيب يقول لك بعد كم يوم يكون 1400، يعني العدد عندي 1400 يساوي 100 في اي اس 45 بالالف تي، بدنا نطلع تي. طبعا هون بعد 5 ايام كان 125، فتي راح تكون اكثر من 5 ايام، راح تكون أكثر من 5 أيام. هذا هيك يعني عشان نتوقع الإجابة قبل ما نكتبها. مش عجبتكو هاي بتزبطها. صفر فاصل صفر أربعة خمسة في تي، زين هيك زين. طيب الآن شو نعمل؟ نقسم الطرفين على 100 عشان نخلص من 100 هاي. شوفوا كيف بصفي عندي هون 14 تساوي اي اس 0.045 تي. اوكي الآن نأخذ لن الطرفين، لن 14 شو قلنا قبل شوية وعدناها 3 مرات، لما أخذ لن الإي بتروح الإي ويظل الأس يساوي 0.045 تي. آخر إشي بدي تي لحالها، بصير تي تساوي لن 14 قسمة 0 قسمة 0.045، أو خلينا نكتبها بالوسع أحسن لنا، مش ننزل على منطقة السؤال الثاني، أو أنا كاتب خليله فراغيا يعني. الآن تي شو تساوي؟ لن 14 قسمة 0.045. ليش؟ لأني أنا هون قسمت الطرفين على اللي مع تي، قسمة بدي أقسم على هذا الرقم اللي مع تي اللي هو 0.045. شنو ايش؟ عشان يروح ويظل تي، فبقسم هون على نفس الاشي 0.045. الآن بنروح على الآلة الحاسبة عشان نطلع تي، وبكل تأكيد بدها تكون أكثر من 5 أيام. بنيجي هون نقول لين 14 سكر القوس تقسيم 0.045 يساوي 58 يوم و6 من 10، يعني تقريبا 59 يوم.
تقريبا 59. تمام، هيك سؤال 25 حلينا. بعد كم يوم يصبح عدد البكتيريا في العينة ضعف العدد الأصلي؟ شو يعني ضعف العدد الأصلي؟ العدد الأصلي قلنا عنه قبل شوية، حسبناه بأول سؤال كان 100. ضعف العدد الأصلي يعني 200. بعد كم يوم يصير 200؟ وإحنا قلنا إنه هون 100 في إي أس 0.4. لا، 0.045 في تي. بعد كم يوم يصير عددهم ضعف العدد الأصلي؟ هذا هو ضعف العدد الأصلي، يعني 200. بعد كم يوم؟ واضح؟ نفس الخطوات اللي عملناها بالأسئلة اللي قبلها، بنروح نقسم على 100 على 100 بروحه، بيظل 2 يساوي اي اس 0.045 تي. شو نعمل الآن؟ ناخذ لن الطرفين، لن 2 تمام يساوي لن الاي، بيطير الاي ويظل الاس، احفظوها، 0.045 تي. الآن فقط اقسم على اللي مع تي، اقسم على اللي مع تي، 0.045، واقسم هون على 0.045. تمام، نروح نحسب هاي من الآلة الحاسبة، بيطلع معاي تي، طبعا بده يكون أكثر من 5 أيام وأقل من 59 يوم. نقول لن 2، سكر القوس، تقسيم 0.045 يساوي 15 يوم تقريبا، تقريبا تقريبا 15 يوم. بعد 15 يوم يتضاعف عدد البكتيريا. هون هذا السؤال يقول يقاس الضغط الجوي بوحدة تسمى هيكتو باسكال. هيكتو باسكال، باسكال اسم العالم، وهيكتو يعني اتش، هيكتو باسكال. يبلغ الضغط عند سطح البحر 1000 هكتو باسكال، ويتناقص كل ما ارتفعنا لفوق سطح البحر، كل ما نرتفع كيلومتر بيتناقص بنسبة 12%. بيقول اكتب اقتران الاضمحلال الأسي للضغط الجوي عند ارتفاع اتش كيلومتر. تمام، الآن احنا بالنسبة لاقتران الاضمحلال الأسي بدنا نكتبه، أول نتذكره مع بعض، هو A للتي يساوي الكمية الأساسية small a في 1 ناقص r أس t. هذا قانون اقتران الاضمحلال الأسي. طيب بنلخص هون، انت عندك ال a اللي هو عند سطح البحر قيمته 1000 هكتو باسكال. تمام، 1000 هكتو باسكال. الآن R تساوي R تساوي 0.12 نسبة مئوية، 12% تنكتب بهذا الشكل وبس. نروح بنعوض، يساوي A اللي هو 1000 في 1 ناقص 12% أس تي. هذا هو اقتران الاضمحلال. في ناس بيضبطوا أكثر، بيقول 1000
واحد ناقص 12% في 88%. أستي، تمام. طيب، عند أي ضغط تساوي قيمة الضغط الجوي نصف قيمة الضغط الجوي عند سطح البحر؟ احنا قلنا عند سطح البحر 1000، يعني عند 500 أي ارتفاع قديش اتش؟ طبعا هان اتي التي هو نفسه الاتش الارتفاع. عند 500 هكتو باسكال كم بيكون الاتش؟ تمام، كيف بنروح نسوي؟ زي هيك نجي هون نقول أنا عندي الارتفاع، عندي الضغط الجوي 500 هكتو باسكال، يساوي 1000 اللي هو الضغط الجوي عند سطح البحر، في عامل الاضمحلال 88 أس تي. أوكي، الآن شو نعمل؟ نقسم الطرفين على 1000، بتصير 500 على 1000 فيها نص تساوي 88% أس تي. تمام، الآن ناخذ لن للطرفين، عشان أنا بدي أطلع تي بدي أخذ لن أو لوج للطرفين. يلا هالمرة بدنا ناخذ لوج أو لن. 0.5 تساوي لوج 0.88 أس تي. الآن بنجيب التي قدام اللوج، فبصير لوج 0.5 تساوي تي مضروبة في لوج 0.88. تمام، أنا بدي تي لحالها، شو نعمل؟ نقسم على اللي مع تي. إيش اللي مع تي؟ اللي هو لوج 88%. إذا بقسم هون على لوج أو لن، نفس الإشي يطلع نفس الجواب، بس مش هون لن وهون لوج، تاخذ خلاص 1 لوج 0.88. الآن بتصفي معاي تي تساوي، بنروح على الآلة الحاسبة وبنحسبها لين أو لوج زي ما حكيت لكم 0.5، سكر القوس، تقسيم. الآن بدك تلتزم باللوغاريتم اللي أخذته، لوج 0.88 بسكر القوس يساوي تقريبا 5 كيلو و422 متر، يعني 5 هي الارتفاع، هاي 5 4 2 2، بس لأنه يذكر هنا تي الارتفاع نقدر هنا إنه تي تساوي اتش الارتفاع، احنا نقدر نكتبها هون ويصير، أو من البداية نكتبه كله بدريالة بدل تي اتش بيصير، يعني إنك هون لأنه ذاكر لي اتش بس هاي ضروري نكتب اتش، إذا صارت زي هيك خليها هاي تي، نكتب خلاص بس تي يساوي اتش، لأنه عند اتش كيلو متر هون ضروري إن نكتبها بالاتش، تمام، لأنه تي تساوي اتش. طيب، S10 بنعوض 10، تفسروا عاد الناتج السؤال. أنا الآن هذا آخر سؤال، في السيارة سمعت الزامور، في السيارة جتني، مضطر أطلع، شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الاشتراك واللايك، لأنه جاني ناس على الباب. شكرا.